بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نتابع على موضوع البايبد والفيزيكيو أو السكن الخارجي لإله، وبتمنى منكم إنك يعني إذا في عندك لبس في الموضوع أو في الخطوات أو في الشروط إنك ترجع للمحاضرة الماضية وترجع تحضرها حتى تتمكن من الموضوع. اليوم راح نحكي على موضوع إضافي بخص الهيكل العظمي، بحيث إنه أحياناً بكون الهيكل العظمي زي ما حكيت لك من شوي في محدودية، مش كل البونز متاحة أمامي في داخل هذا الهيكل العظمي. يعني أحياناً بضطر أنا إنه يكون عندي بونز إضافية اللي أنا أقوم بتحريكها وتهيئتها. على سبيل المثال هاي أنهايد أول مثلاً بتطلب مني الشغل اللي بدي أعمله، مثلاً إني أحرك أنف الكاركتر. يعني الأنف ما بتحرك لكن هو الإشي المتاح أمامي الآن. أو ممكن يكون الكاركتر إنه لابد إنه مثلاً نعمل فيه انطباعات، تغيير نحرك ثمه، نحرك النوز، نحرك العين، نحرك الرموش. أوكي، هذه عملية التحريك اللي بتكون على المجسم اللي هو قطعة واحدة زي اللي أنت شايفه، لا تستطيع القيام بذلك إلا من خلال خاصية البونز القديمة اللي إحنا شرحناها سابقاً. تضرب عينك معي هون على خاصية الفيزيكيو، راح تلاقي هون التاب اللي عملنا منه التاتش، وراح تشوف في كمان تبويب مغلق اسمه فلوتينج بونز، اللي هي البونز الإضافية اللي أنا ممكن أضيفها على هذا الهيكل العظمي. المطلوب مني أني أنا أحرك أنف الكاركتر، ورح نحاول نحرك عناصر أخرى في هذا المجسم. رح أنتقل لشاشة الفرونت فيو، أوكي، وبدي إياك تدقق النظر على الإشي المتاح والإشي الموجود. هاي الجمجمة تاعت البايبد وهي النوز، ما بتهمني الجمجمة ولا بهمني أي شيء، بهمني المكان اللي أنا بدي أضيف فيه هاي البونز. أكيد رح أطلع لتاب كرييت بونز وأرسم هاي البونز. بتحكي للبونز ضخمة جدا مقارنة بحجم الهيكل العظمي، ما في مشكلة. تعال نرجع هون، أنا رسمتها، هي بونز واحدة صغيرة هيها، بس هذا الكلام رح يخرب لي الشغل اللي قدام شوي، يخرب ورح يضل متذكر الأرقام. شوف، بدي أجي على البونز واجي على موديفاير الويدث والهاي، اوكي، اصغرهم، اوكي، نشوف بالله 4:1، يعني القيمة اللي بتزبط معي 4:1:100. هاي هذول التنتين دبل كليك ديليت. راح ارجع على البونز ارسمها هون. طيب بلاش، خذ بونز وقبل ما ترسم حط القيم 4:1:90، مش مشكله، وبرسم. شايفها كبيره هاي، 3:3، شايف 1:1. البعض بيحكي لي طب ليش انت يعني ما عملتها من اول، ليش ما اجيت على هاي وعملتها مباشرة من الموديفاي؟ بزبط، هاي موديفاي 1:1، صغرت حجمها بس الطول كبير. سكيل، لا، اندو باي لوكال عشان اشوف المحور الصح، صغرت هاي، بيمشي الحال، هاي مش كثير بتعرقني، هاي سكيل الها على المحور اللي هون. هاي البونز الاضافيه اللي بدي اياها، هذول اللي هون كنت اعمل انا وياك تستنج عليهم، هو حجم الكاركتر تاع صغير. طب تعال نتطلع البونز من الجنب، صح من الأمام، بدك تسيطر على النظر
هاي هالبونز هون، تاني جي نطلع from top view، طلع كيف بدي أشتغل، دبل كليك حرف الزد رايت كليك هون، حرف الزد رايت كليك هون، حرف الزد على أي فيو بدك تشتغل اشتغل، حاول إنه يكون في المنتصف النوز مباشرة، منتصف الأنف، يمكن الجمجمة شوي زايحة عندي على اليمين، تركبه في المكان المعني exactly. أنا رسمت البونز الجديد، حددت المكان اللي يشتغل فيه مع نقطة ارتكاز أو بدون نقطة ارتكاز، مش كثير بيقرقني الموضوع. راح أجي للموديل وعلى الفلوتينج بونز اللي هي البونز الإضافية اللي أنا ضفتها غير عن الهيكل العظمي كامل، باجي بحكي له هون add، بيطلعوا عندي التو بونز اللي أنا ضفتهم، select add، مش عارف أنا بونز واحد وبونز اثنين. طيب أعطيني هاي البونز وحركها، ليش هيك؟ حد يحكي معي؟ هسا تأثر تأثر، بس هون، بس هون ما تأثر. طب تطلع الفلوتينج بون، هو أخذ بون واحدة على فكرة مش ثنتين صح؟ صحيح. هذا اللي أنا مستغرب منه. هاي أندو، أندو ترجع مكانها، نرجع للسكن، ديليت أد، هاي البون ما أخذها، معلش بس أجرب تجربة أخرى، كرييت سيستم بونز، هاي بونز تانية بجنبها اللي هم من هذول مين؟ ثلاث وأربعة، هاي هاي ديليت ما شافها، ديليت نرجع للسكن اد، ثلاثة وأربعة غريب ما شاف ثلاث، يعني عملت لها سيلكت شكله وشوف الأخير بس شاف الأخيرة بس، كمان تجربة أخرى بونز، واحد اثنين ثلاث أربعة، خمسة وستة وسبعة، أول بونز ما بشوفها، نجرب بس أتأكد إنه بتتحرك، ثواني شباب. بس أشوف أنا وياك في something wrong، مش شايف البونز، حتى لو جبت الانفلوب أنا
دكتور بجوز من البرنامج معلق؟ مش عارف انه شايفهم هون. هاي F4 خلص، عشان الموضوع كثير سهل وكثير تافه ما مش ضابط. أعطيني ثواني بس أشوف. أطفي الانفلوب وارجع هون. هذا اللي أنا بدي إياه، بس المشكلة إنه هذا هون ما شاف البونز اللي تحت بغض النظر. يعني شايف هاي البون اللي تحت اللي حكيت لك عنها ما زبطت، مش ماخذ الفيرتكس اللي حواليها، فرح اجي هون اكبر الرينج تاعها. الرينج تاعها مش يعني تكبيره مش يدوي، يعني ما إله نقاط اللي انت تشوفها تكبره. راح تضطر تعمل سيلكشن على البون المعنية وانت على الانفلوب، وفي عندي هون خيار الراديوس، شوف كبر الرينج تاعها. في عندي الاوتر والانر، بس خليني اتأكد انه حتى لو ما شافها اخذها كازاروت، اخذها كاب. اطفي الانفلوب، حرك. هسا انسى انه الحركه مشوهه، لكن التاثير زبط. ها شباب معي؟ زبط. طيب خلينا نعيد، بديش أطفي البرنامج مرة ثانية عشان بعمل ريكوردينج. طيب نرجع، هاي البونز هاي ديليت، وهاي البونز اللي هون ديليت، هاي النوز، الأنف نحكي ببلش من هون لهون، راح أطلع كرييت بونز. هاي أرسم واحدة برا بس بدي أشوف هالشغلة، بس فيها أنها كاملة عريضة من هون. تمام، هاي الجديدة ديليت. رح أرجع للسكن فيزيكيو فلوتينج بونز أد، بضيف العظمتين سيلكت. مش مهم هو شاف بس اثنين، بس أنا بدي أتأكد إنه واحد معي. بدي أجي هون أعمل سيلكشن لواحد، وحتى انت لو ما قدرت تعمل له سيلكشن غير نوع السيلكشن فلتر لسيلكت بونز تمسكها بسهوله. هي F4 عشان اشوف السيجمنتيشن. اوكي، الان بدي اخلي البونز هاي تشتغل مع الفيرتكس اللي حواليها. برجع للسكن الخارجي على الانفلوب. اوكي، تعال امسك البونز، ضللها. هي هتضللت، بدك تشتغل على أكثر من شاشة هون وهون وهون وهون، تشوف الجميع. يعني هاي أكثر وضوحاً، وتزيد حجم الانفلوب أو منطقة التأثير. آسف، راديوس سكيل اللي غيرتها فوق شدة التأثير. بتدقق النظر معي هون، راح تلاحظ انه الفيرتكس اللي تاثرت صار لونها اخضر. شوف، نزل كبر، لا تكبرها كثير لانها تروح على الفيرتكس اللي بتخص وجه الكاركتر. راح اطفي F4
عشان تشوف التأثير أنت، مع أني لا أحبذ أنك تطفيها، بدك تكون دقيق أنك تمسك النوز وتشوف أنت إيش بدك تحركه فيه بالضبط. بالتجربة راح أرجع للفيزيكيو عشان يسمح لي أمسك البونز هاي اللي هون وأحركها يمين يسار. أكيد مش راح تتحرك هيك لأنه الحركة هاي مش منطقية في الجسم الموجود أمامي، إحنا بدنا إياها حركة بسيطة جدا. بتحكي لي طب أنا بحرك كثير ما بيلحق، وآه ما هي الفيرتكس هاي اللي موجودة بالوجه هون ما زالت مربوطة في الفيرتكس اللي ما تأثرت، فهي راح تضلها شديتها. معنى الكلام إنه راح يضل عندي ليميتيشن في الحركة. طيب نجري تجربة تانية على البؤبؤ. البؤبؤ راح يكون التعامل معه صعب لأنه البؤبؤ أو العين كانت منفصلة. العين كانت منفصلة. أنا أثناء وأنا بشتغل شو عملت فيها شباب؟ مش كله قطعة واحدة هو أساس؟ دمجتها. العين كانت منفصلة، أنا دمجتها، فرح يكون التعامل معها صعب لكن يستحق مني المحاولة. تعالي نجي نتطلع عليها. هاي كرة العين، لو إني مش دامجها بكون الوضع أفضل. وأكيد إذا أنت ما دمجت العين بدك تعمل لها لينك مع الجمجمة عشان تتحرك معها. بس نرجع نضيف العظمتين الجداد هذول لأن 3 و4 المفروض إنهم نزلوا. وينها اللي أنا ضفتها هاي؟ خليني أمسكها بالله، مش شايف. شايفين وينها؟ في المنتصف. أنا مسكت تشايلد، لا أنا لازم أمسك الروت عشان أحرك. أي دبل كليك، أيها هون، ولازم أطلع from top view عشان أركبها في مكانها الصحيح اللي هي في مقلة العين. ما راح تعطيني الإشي اللي أنا بفكر فيه لأنه العين ثابتة. وبما أني موجود هون ومضلل، هات نسخة ثانية للعين الثانية. كوبي. البونز هاي ما بتخوف لأنه متى ما بدي بلغيها. أضيف الإشي الجديد. تعال نحرك هاي، ما تحركت. يبقى الانفلوب بتاع البونز اللي ورا مش ماسك العين. أعطيني بونز وراح أضغط في الهواء لأن أنا عارف وين موجودة. لا غلط، دي أجي هون. وين السكن بروبرتيز؟ جيومتري، فيزيكيو، انفلوب. هاي البونز هون، ضللها، اتضللت. لو تاخذ موف بيطلع المحور انه فعلا هو مضللها. شو المطلوب مني الان؟ اكبر السكيل تاع الدائره هاي. اطفي لك الاف 4 عشان نشوف. شوف وين دخل على العين الثانيه. حكيت لك أنا من البداية ما راح يحقق اللي بدي إياه. جرب على العين لحالها، بس أعطيك المود المفصول راح تشوف إنها راح تشتغل. مستحيل أسيطر على الفيرتكس من هون، مستحيل، إنه كمية مهولة من الفيرتكس ورا بعض جاية. بس اللي أنا مستغرب منه هاي الزد، أعطاني زوم على الكاركتر كامل. أحركه للأمام، للخلف، أكبر. شوف مسك الفيرتكس اللي هون. طب نجرب على هاي اللي هون.
في عندي مشكلة أنا في البونز على فكرة، أنا في عندي مشكلة يعني لابد إني أعمل ريستارت للبرنامج، خليني أرجع أشتغل على البونز اللي هون. شوف كيف بلش ياخدها. المفروض إنه نوعا ما يكون أدائها أفضل. وبتعرف أنت لو العين منفصلة عن الجسم بكون الشغل أفضل. عارف ليش؟ هاي أوتو كي فريم، هاي كنترول زد، هاي تثبيت. الحركة هون بسيطة، يعني لا تستدعي منك بناء نقطة ارتكاز حركة. ذكرني أعلمك إشي لاحقا اللي هو تثبيت الأجسام. طب نرجع للسؤال اللي أنا حكيته، حكيت لك إنه لو العين منفصلة رح العين تتحرك لحالها بدون ما يتحرك الوجه، وهذا الشيء المنطقي لأنه العين منفصلة عن الجسم، فبتصير حركة الدوران منطقية إلا إذا أنت بدك تعمل هذا الشيء. هو المفروض بصراحة أنها تكون العين منفصلة، يعني أنا دمجتها متعمدا وتركت الشعر متعمدا مفصول. طيب الشعر هذا شباب، الشعر هذا مع الجسم ولا لا؟ لحاله. الشعر هذا لحاله. طيب بقدر أنا أدخل فيه أدخل عليه البونز؟ شعر صار. شباب دكتور مفروض. ليش طب هو أنا دخلت البونز الجديدة من خلال خاصية الفيزيكيو. طب الشعر فيه عليه خاصية الفيزيكيو حتى أضيف عليه بونز عشان أحرك الشعر على سبيل المثال؟ لا ما نقدر نحط عليه سكن. أول إشي لا، جواب السؤال الأول لا ما بقدر، لأنه أنا بضيف البونز من خلال الفيزيكيو، والفيزيكيو للجسم هذا اللي تحت. طيب الشغلة الثانية اللي حكاها زميلكو، حكى إيش؟ قال فيزيكيو للشعر ما في، لأنه الفيزيكيو عشان تشتغل بدها تندمج مع بايبد، وأنا البايبد دامجه تحت، ولو ركبت الشعر على البايبد يعني بصير موضوع بأرقك. فهو شو حكى؟ حكى بضيف لها سكن. هل من الممكن أني أنا أضيف سكن للشعر لحاله؟ زي ما أنت كنت تعمل مكعب وتشتغل عليه وتضيف على المكعب مجموعة من البونز. يعني مثال بسيط جدا، أعطيني مسقط أمامي، هيو أفرجيك أنه أنت شو ما بتشتغل في عندك حلول. مثلا ليش ما رسم؟ ايش فيه؟ هاي فرونت فيو. معلش بس تجربة، اعطينا المسقط العلوي، وين هالبونز هاي اللي انا رسمتها؟ هذول صح؟ جيب لي اياهم للامام بالشعر موجودين. موجودين بالشعر. افتحها، هذا لانه بده يشتغل مع بونز، ما بيشتغل فيزيكي وبيشتغل سكن. اد بونز، مين هم من؟ اذا ما خانتني ذاكرتي هذول 11 و12 و13 سيلكت بدون نقاط ارتكاز الحركة. تأثر الشعر؟ تأثر على الجهتين يمين ويسار. حابب تحل أي مشكلة ترجع للسكن، ترجع للإيديت انفلوب
بتشوف شو تأثير كل واحدة منهم، شوف هاي قديش مأثرة هون وهاي قديش مأثرة، شوف اللي تحت وين تأثيرها. تقدر ترجع تفعل الفيرتكس على سبيل المثال، ونرجع للشغل اللي اشتغلناه سابقا. هاي البونز العلوية، امسك ما بده، ارجع اعمل كليك هون. هاي البونز مثلا، هاي F4. بتحب نتطلع من الجنب؟ تعال نتطلع من الجنب عادي. كل الفيرتكس هاي اللي هون، هاي على اليسار، بصير قيمتها صفر. عدل؟ لا انا شفته، لا مش عارف. عدل دكتور. صفر. طب والعظمة هاي مش مسيطر انا، اعطيني بس البونز. مش مسيطر لاني مش شايف. طيب هاي بونز 11، هاي بونز 13، هاي هالصغيرة اللي تحت، هذول اللي هون كلهم. صفر. طب هذول واحد، مش راضي ترك اللي هون. صفر. بونز 12. صفر. أطفي الانفلوب، أعطيني البونز هاي، حرك. معلش بس أعمل إلها إنيميشن. مش راضي ترك. شوف كيف بدي أجبره يترك، مضطر أعمل هذا الإشي. أضيف على الجهة الثانية بونز ثانية عشان أفهمه إنه هذا اللي هون في بونز ثانية بدها تمسكه، وأرجع إله وأرجع للسكن. ايش انا فاتح حتى مانعني، واد بونز اللي هم الجداد 14 15 و16. تعال نبلش من 13. انا مفعل الفيرتكس، هذول صفر، وعلى 16 1. هاي تركهم، شفت كيف تحيلت عليه؟ 12. هذول مش ل 12، ضلل الفاليو تاعتهم صفر. ل 14 ل 15 هذول الفاليو واحد، خليته أجبرته يتركهم 11. هذول اللي هون النص اللي على اليسار مش إله، صفر. هذول ل 16 1. أوكي، هاي في صارت الحركة في جانب واحد. التوظيف اللي بدي أوظف لك إياه، أو الحكمة من هذا الكلام، الحكمة من هذا الكلام إنه أنت أحياناً بتضطر تضيف بونز إضافي على الشكل.
إذا كان الشكل قطعة واحدة أنت راح تستغل خاصية الفيزيكيو في الفلوتينج بون وتضيف البون أو البونز اللي أنت بدك إياه. إذا كان عندي شيء طرفي أوكي وهو ليس جزء من الأوبجكت تاعي هذا ما راح يبين معي على الفيزيكيو لأنه هو أصلاً ما عليه فيزيكيو، فأنت راح تضطر تضيف عليه، أنا عيني هون راح تضطر تضيف عليه سكن لحاله. يعني العين هاي اللي هون أوكي إذا كانت مفصولة وليست قطعة واحدة مع الجسم وإجى عبالك تحركها بدك تضيف إلها اللهم صل على سيدنا محمد، بدك تضيف إلها سكن لحالها للعين سكن لحال. وفي الكيس الثانية هاي إنها تكون منفصلة لازم تكون كل واحدة منفصلة، يعني التنتين مش عنصر واحد، يعني التنتين قطعتين مختلفات. أشوف إذا أنه موجود عندي الملف الأوريجينال. البعض بيحكي لي ليش لازم يكونوا منفصلات؟ عشان موضوع الروتيشن، شايف كيف الروتيشن بيصير؟ بيعاملهم كوحدة واحدة. هذا شو معناه هذا اللي بينهم؟ مين بيعرف؟ في جروب بينهم يعني؟ لا أتاج دكتور. لا هذا إشي اسمه ميرور. هيو. أي مكعب عندي خاصية الميرور دكتور ما أخذ كوبي من الميرور قصدك إيه؟ ما أخذين كوبي كميرور مش الميرور عادي مش ميرور هذا إشي تاني هاي. في إشي اسمه سيمتريك هاي هون في الموديفاير ليست سيمتريكال واحد بس يشتغل سيمتري بس يشتغل على أكثر من برنامج بنقلب مخه هيو هاي الأوبجكت وهي السيمتري نازلة على البوكس بحكي له بدي إياها هاي عشان أشوف المحاور بديها على محور الإكس أكسس أوكي أحرك شوي هاي ها شفت كيف؟ نسخة مطابقة نسخة مطابقة عنها مين الأوريجينال؟ على اليمين بالأصل على اليمين طب لو جيت عليها اللي على اليمين أصلاً أنت يعني على اليمين ولا على اليسار بتعمل كليك بتعمل عليها كليك يعني عملت كليك هون بمسكها نفسها أو كليك هون بتروح للبوكس تكبروا التنين بيكبروا الإيديتابل الإيديتابل خسرتني الميرور السيمتري اللي أنا كنت ضايفها خسرتني إياها هاي كنترول زد أو أعطيك إشي آخر عشان أفرجيك هاي سفير إحنا شو حكينا سيمتري أوكي بحكي له مثلا بدي إياها فوقها عم يحور الزد أكسس بحكي له على الزد أكسس بفتح سيمتري بكبس كليك على الميرور بصير يسمح لي أحرك البلان وين ما بدي يسمح لي أحرك البلان وين ما بدي هسه هو إيديتابل صح؟ نسيت أعمله إيديتابل كنترول زد أو يضغط سيمتري ريموف
editable. ليش بحول فيه editable؟ بحول فيه editable قبل السيمتري، لأن بعد السيمتري بحوله editable التنين بروحوا editable وبخسر الخاصية. هاي symmetry، هاي مثلا على ال y axis mirror، وين ال y axis؟ هاي ال y axis mirror زي مراي. اوكي، لو اجيت على ال editable على ال vertex مثلا، اخذت هذول ونزلتهم لتحت بس تخلص ترجع للسيمتري، بيصيروا التنين نفس الشيء، زي اكنه تو كاركتر واقفين او كاركتر واقف امام الكاميرا. انا كل اللي عملته في الموضوع هذا عشان افرجيك هاي الايديتابل، شوف ونسيت هاي. هسه هذا رافع ايده اليمين مثلا هون في المراي نفس الشيء، بس ممكن اعمل له فليب. لا، الفليب الميرور مش هون، بتصير ورا. حرك للميرور عشان افرجيك احنا على اي محور بنشتغل، على الواي. بتصير الميرور بالخلف، فليب الميرور هون، تعديت الميرور انا، اتفقنا؟ هذا هو المربع اللي كان موجود بين الاشكال. كان بودي اشرح لكم موضوع، يعني بشوف انه بيجي بيعمل موديلنج لوجه كاركتر، هو فعليا ما بيعمل الوجه كامل، هو بيعمل النص، والنص الثاني بيشتغلوا سيمتري. في ناس بحكي لي طيب ليش انا اعمله سيمتري؟ الحمد لله. ليش ما اعمله ميرور اللي هون اللي على التول بار؟ زي ما بدك بيمشي الحال، الميرور اللي هون بكون الشكل مقلوب. اعطيني اياه الايديتابل بوليجون، هاي شفت نسخة منه، هاي السيمتري عن الأوبجكت الجديد، ديليت، ايوه هاي ميرور على محور الواي اكسس، ايوه زيه. قبل ما اعمل اوكي، نفسه ولا مش نفس الشيء؟ النتيجة النهائية نفس الإشي ولا مش نفس الإشي؟ نفسه. طيب تحكي لي ليش موجودة الخاصيتين هذول؟ بحكي لك عشان إذا صار تعديل هون ينعكس هون، بتحكي لي عادي، باجي هون بدل ما أحكي له كوبي بحكي له إنستانس وبحكي له أوكي، بصير إذا اليوزر عدل عن النسخة الأصلية تنعكس عن النسخة الثانية. هاي نفس هاي ولا مش نفس هاي؟ نفسها، بس شو الفرق بينهم؟ الميرور سيمتري، آسف. إذا أنا مثلا هذول العنصرين، بس خليني أترك الفيرتكس، هذول العنصرين بدي أقربهم من بعض، أبعدهم من بعض، يعني بدي أشتغلهم بشكل يدوي. هون بدي أشتغلهم من خلال المراية اللي موجودة بينهم، هاي مراي تعكس الصورة. هون موجود عندي عنصر واحد فقط، هون موجود عنصرين والتنين محسوبات علي كستورج، كحجم، كرام، كميموري، كبروسيسنج، محسوبات علي اثنين، هون محسوب علي واحد. السيمتري أكثر أماكن استخدامها بصراحة في عالم الموديولينج والأنصاف. إذا في عندي أوبجكت نصين، يعني نص اليسار زي نص اليمين متماثل، بشتغل النص وبضرب عليه سيمتري. بدك تعمل سمكة، ما في داعي تعمل الوجهين تعون السمكة، ما هي متماثلة. أوكي، بدك تعمل وجه بني آدم متماثل، وهكذا الأمر. هاي من باب بس إنها ظهرت أمامنا، حكيت اللي مش عارف البروبرتيز هاي يعرفها. طيب بدي أوقف ريكوردينج بس بعد إذنكم، لأنه أنا أنهيت الموضوع تاع البونز، أتمنى أنك تشتغل عليه وتطبقه.